ديالي دور ديال وردة من أصول شمالية، كنت حاضر من مدينة تطوان. واحد السيدة اللي هي عندها واحد الشخصية ديفيرون على جميع الشخصيات اللي متواجدين في المسلسل، ظريفة سادجة، قلبة على العائلة اللي كتخدم معهم، كتبغيهم من قلبة، مستعدة تضحي بأي حاجة لأن كتعتبرهم هما العائلة ديالها. كذلك عندها واحد الشخصية مريحة واللي على قلبها على لسانها، فحلا نقولوا اسم على مسمى، هي الوردة ديال الليستواغ ديال بالقصر. وشوف بيني وبينك في السينما ماشي دايما ضروري يكونوا رسائل ولا في التلفازة ولا، بالنسبة لي أنا أهم حاجة إلا كان الدور يعجب المشاهد، هذا أول حاجة عندي. ثاني حاجة هو نقدر نقدم شي شخصية اللي تكون قريبة بزاف الناس ويكون ناتورال، يعني يحس بي أن هذيك شخصية كاينة وموجودة. ثالث حاجة إلا غنعالج في الستوار ديالي شي مشاكل ونقدر نوضح فيها بزاف ديال مثلا يعني هاد الصعوبات اللي كدوز منها هاد الشخصية اللي هما كذلك متواجدين في الحياة الحقيقية، هذا هو بالنسبة لي للمساج ديالي. اللي كيميز بين القصور هو اولا واحد الليستواغ اللي هي عندها بزاف ديال الاحداث. بالنسبه بين القصور مسلسل متكامل، درامي اجتماعي، كذلك كتحس في وسط المسلسل كاين بزاف الابطال، كاين بزاف ديال القصص كنشوفوهم، واللي يقدر يكون ميز هو الموضوع بحد ذاته، اللي مثلا اول مره غادي يعالج موضوع ديال البوفا ديال المخدرات ديال العائله، اللي كيمعاناة ديال العائله مع بعضياتهم، لي زيستوار دامور، يعني اي جانب لاكسيون كذلك، هذا كذلك يعود واحد النوع جديد اللي غنشوفوه في المسلسلات المغربيه. صعيب اللي كي يقدر يدير لاكسيون، ما عمرنا شفناها قليله صعيبه، وفي رمضان ابدا بالعكس كانوا ممثلات وممثلين من الطراز الرافع كيف ما كنقولوا، تبارك الله عليهم، كنا كاملين منسجمين. كذلك العلاقه ديالنا زادت توطدت في هذا العمل هذا، ولينا مولفين على بعضياتنا، الكاينين بحال مثلا اللي اول مره غنخدم معاهم بحال هدى الريحاني، بحال ندى الهداوي، بحال بزاف اللي كانوا معايا في المشاهد، ودا حاليا فاش غادي تشوفوا المشاهد تقدر تقولوا حنا كنتعرفوا هذه سنين. وما ننساش زعما الهدى كيفاش كتعامل في وكتعطي بزاف في المشاهد ملي كتكون واقفه معاك، لان تبارك الله عليها ممثله كبيره، كنوجه لها تحيه، وفرحانه انني كنشتغل معها، وكنشتغل مع سي خويي، وكنشتغل مع عزيز الحطاب، يعني كانوا رائعين بزاف، ما نكذبش عليك، ما سخينش بهاد التوناج ديال الساله.